تكتفي الأيادي البيضاء الإماراتية بالمساعدة الإغاثية على مدار سنوات مضت، بل بنت جسور الرحمة للوصول لمستحقيها. فقد تكفل الهلال الأحمر الإماراتي بثلاثة من الطلبة المتفوقين في الثانوية العامة لتدريسهم في إحدى الجامعات الأردنية القريبة من مقر سكناهم في المخيم الإماراتي الأردني. الهلال الأحمر تكفل بتكاليف الدراسية كاملة، سواء من المواصلات من المخيم إلى الجامعة ومن الجامعة إلى هنا، زايد اللي هي المصروفات الدراسة كاملة لمدة الدراسة. عند لجوئه إلى الأردن لم يتوقع قصي أن يتمكن من إكمال دراسته التي لطالما حلم بها بسبب ويلات الحرب التي فر منها، لكن مبادرة كفالة طلبة المخيم في الجامعات مكنت قصي من تحقيق حلمه بدراسة الهندسة المدنية في جامعة الزرقاء الأردنية. بعد خروجي من سوريا يعني فيك تقول يعني تقريبا انه الحياة وقفت عندي، وقف انه ما في مجال للمتابعة بسبب وضعنا يعني كسوريين ومغتربين، فما كان في امل يعني حتى انه فوت للتوجيه. فالحمد لله فضل اخواننا الاماراتية يعني ساعدونا ودرسنا توجيهي وكملنا. أسيل التي لطالما تساءلت عما إذا كانت تستطيع إكمال دراستها في هذه الظروف المعيشية وسط مشاعر الخوف والقلق من المستقبل التي سيطرت عليها لم تطل، فيد العون التي مدت لها ولزميلتها أنعام أعادت لهم الأمل بدراسة تخصصي الصيدلة والأدب. مثل ما كنت من أيام سوريا بحلم أني أكون أدرس أم الطب أو الصيدلة، فالحمد لله كملت حلمي ووصلت للصيدلة هون، راح أكمل آخر الطريق، حتى أنه رغم أن ظروف الحرب وكل شيء بس حياة بدها تستمر ولازم نحن نمشي بالتعليم لأنه هو أساس كل شيء، وإن شاء الله بنرجع على سوريا ونبني مستقبلنا. بالنسبة لي ما كان عندي أمل أنه راح ندرس بالجامعة، فلا الحمد لله بالهلال الأحمر الإماراتي ساعدنا بهالشيء ودرسنا بالجامعة والحمد لله. مشاعر الأهل امتزجت بالفرح المقرون بالشكر والإحساس بالأمان بمستقبل أبنائهم الذي يعد أحد أبرز أولويات الهلال الأحمر الإماراتي العامل على إغاثة اللاجئين السوريين في الأردن. احنا كنا متوقعين بس يعني كلاجئ انه إقامة وأكل وشرب يعني فقط أو حماية، يعني ما كنا متوقعين انه في دراسة. الحمد لله تأمنت الدراسة والبنت اجتهدت واخذت نصيبها يعني، فهذا يعني شكر لأهلنا بالأردن والإمارات. إذن هي صورة من صور العطاء لهيئة أخذت على عاتقها إغاثة الملهوف ومساندة الإنسان والإنسانية في كل مكان. من محافظة الزرقاء الأردنية، حازم الخطيب، قناة أبوظبي.